تحت إشراف السيد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، تنظم اليوم امتياز توزيع الكهرباء والغاز لبرج باريريج أبواب مفتوحة حول أهمية تحصيل ديونها العالقة، وكذا مختلف طرق الدفع لتسهيل عملية تسديد الفواتير بكل أريحية للمواطن. وتتمحور فعاليات هذا اللقاء حول تحسيس المواطن بضرورة التحلي بروح المسؤولية وتسديد فواتير استهلاك الكهرباء والغاز في الأجال المحددة، إلى جانب توعيتهم ووضع تحت تصرفهم الخدمات الجديدة والمتمثلة في الدفع الإلكتروني والدفع عن بعد عبر مواقع الإنترنت، إلى جانب تفحص الفاتورة عبر موقع الإنترنت. فهذه الخدمة لاقت استحسان المواطنين لا سيما خلال فترة الأزمة الصحية. نقوم اليوم بتقديم نصائح وشروحات وافية من طرف المختصين في المجال.